السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في مكتبنا، مكتب المهندس للبطرونات. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل بطرون تيشيرت رجالي مقاسات خاصة. معانا عينة تلبيس ممتاز هنشتغل عليه. في نفس الوقت نقدر ناخد المقاسات دي نشتغل بيها في المصانع. وقبل ما نبدأ بنذكر حضراتكم مش مشترك معنا في القناة يفضل يشترك ويفعل الجرس عشان يصل كل جديد، ويعمل لنا إعجاب للحلقة لو عجبته إن شاء الله. معنا تيشيرت تلبيسه ممتاز، في فكرة الظهر قالب على الصدر، الظهر رامي على الصدر، ده بيبقى مريح في التلبيس خاصة في المقاسات الخاصة في التيشيرتات، المقاسات الخاصة المقاسات الكبيرة. القلبة ديت ناس كتير سألتني عليها، عايزين نعرف أسهل طريقة وأسرع طريقة ليها إن احنا نعملها وتطلع مظبوطة في التشغيل في المكتب. هنبدأ إن شاء الله مع بعض كده ناخد مقاسات التيشيرت. طبعا انا عشان وقت حضراتكم انا خدت المقاسات اهوت، هراجع معاها عليكم بشوف اعلى نقطة. انا حاليا بتعامل ان القلبة ديت عادي اكن الصدر قد الظهر في بطوني، مبشغلش بالي بيها دلوقتي. ببدأ بطوني عادي، بقيس الطول من اعلى نقطة للكتف. الطول عندي 75 سنتي، عندي مقاس الصدر اهوت، بقيس من بداية الجيو زي ما احنا شغلنا كله. عندي طبعا 62 سنتي، ده المقاس ده قلنا ده مقاس 4X. هنبدأ نشوف سقوط الجيو، بشوف بحط من تحت الجيو كده المسطرة او المثلث، وببدأ اجيب من اعلى نقطة للكتف واشوف السقوط كام بتاع الجيو. سقوط الجيو عندي 28.5. عندي الخطوة بعد كده عرض الظهر، بقيس عرض الظهر اهوت. عرض الظهر عندي 47 سنتي، بقيسه من المسافة اللي حضرتك شايفينها دي 47 سنتي. عندي محيط الرقبة بقيسها برضو، ما بشغلش بالي الظهر قالب على الصدر دلوقتي، بشوف المسافة هنا كام. عندي المسافة هنا من اول الخياطة للخياطة في الرقبة 18 سنتي. عندي عرض الكتف بقيس برضو من اعلى نقطة، مش من هنا مش من اول الصدر، لا اعلى نقطة برضو، بشوف الكتف عندي كام، عامل 17 سنتي. واخيرا الديل نهاية التيشيرت بيقل 2 سنتي، يعني 60 سنتي وسع الديل. وطبعا الكم هنجيله، هنبدأ دلوقتي نعمل التيشيرت وبعد كده نعمل الكم. كده المعطيات اللي معايا اهيت، انا كافيه بالنسبه ليا ان انا اطلع التيشيرت طبعا من غير الكم. هبدا المعطيات اللي معايا، انا خلاص كده مش محتاج من التيشيرت حاجه دلوقتي. هبدا المعطيات اللي معايا، اول حاجه زي ما احنا متعودين في شغلنا نفتح الكورساج بتاعنا المظبوط. اول حاجه زاويه مستقيمه بعملها خط مستقيم، بدايه كل كورساجي بشتغل عليه خط مستقيم اهوت اول حاجة، وبشوف عندي المعطيات بتقول لي ايه. اول حاجة عندي الطول 75 سنتي من اعلى نقطة عندي. انا معايا الورقة متنية زي ما حضراتكم شايفين كده، بكل فرخ الورق اللي ببدأ بيه 75 سنتي، وبعمل نقطة، وبعد كده بعمل خط مستقيم. الخطوة اللي بعد كده عندي الصدر، بشوف الصدر عندي كام. الصدر عندي 62 سنتي، بشتغل على النص. النص عندي 31 سنتي، وبعمل نقطة 31 سنتي، وبعمل نقطة، بوصل النقط ببعضها علشان أقفل المستطيل بتاعي. الكورساج اللي متعودين في
في معظم شغلنا بنعمله، في يعتبر في أغلبية شغلنا بنعمله، نقفل المستطيل بتاعنا طريقتنا الجميلة مبسطة إن شاء الله توصلنا للي إحنا عايزينه. صوتي اللي عندي الجي هو 28.5، وبعمل نقطة وبعد كده آخد خط مستقيم. الخطوة اللي بعد كده بشوف عرض الظهر عندي كام. عرض الظهر عندي بيقول لي 47، بشتغل على النص يعني 23.5 وبعمل نقطة، 23.5 وبعمل نقطة، بوصل النقط ببعضها. الخطوة اللي بعد كده عندي الرقبة. الرقبة عندي 18 سنتي، بشتغل على النص يعني 9 سنتي. محتاج حاجة أساس بنعملها، بننزل 2 سنتي متعودين عليها في معظم شغلنا، شبه أساس 2 سنتي دي في معظم الشغل معانا، وبناخد خط مستقيم. 2 سنتي دي أنا برمي عليها دوران الظهر زي ما انتم شايفين كده، سواء هعملها بالكيرف او هعملها يدوي، الطريقه اللي تريحك. المهم يبقى الانسياب بتاعها مظبوط، تكون مريحه عينك وحاسس ان هي ما فيهاش الدوران بتاعك مستريح. الخطوه اللي بعد كده عندي انا محتاج اشوف سقوط الرقبه كام. سقوط الرقبه هنا اهوت، بشوف باجي من النص الرقبه بتاعت الظهر واشوف السقوط كام. السقوط عندي 7 سنتي من بداية، من اول 2 سنتي نزلتهم بشوف 7 سنتي، وابدأ اعمل فحرة الرقبة بتاعي الست، بعملها بايدي لو انا ايديا مظبوطة او بالكيرف بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده عندي عرض الكتف، محتاجه 17 سنتي، بداية من الكتف اهو 17 سنتي. طب انا هحذف الكتف على ايه؟ ده تيشيرت رجالي مقاسات خاصة، انا بفضل انزل هنا في سقوط الكتف 3.5 سنتي كده، 3.5 سنتي، بخليها في المقاسات الخاصة ثابتة معايا في التيشيرتات عادة، 3.5 سنتي. وطبعا انا هقيس، انا معايا عينة هشوف الدوران بتاعي مظبوط ولا لا بعد ما اعمل الكتف واعمل الجيو، براجع على شغلي. محتاج 17 سنتي للكتف اهوت، ببدأ من البداية 17 وبحذف على 3.5 سنتي بتوع سقوط الكتف، وبوصل النقط ببعضها بالشكل ده. بعد كده مطلوب مني ان انا اعمل الجيو. الجيو عندي في طريقتين، انا عندي عرض الظهر ده بحتاجه عشان اعمل التماس هنا. طبعا المسافه دي ممكن لو بالطريقه الاكاديميه انت بتقيس المسافه السقوط ده كام وبتشتغل على النص 12.5، هنا بيبقى في مفترض يبقى في هنا المسافه هي دي كده 25، نصها 12.5. انا هنا مطلوب مني ان انا اطلع نص سنتي واعمل تماس للعرض الظهر وانا بعمل الجيم. بالنسبة للجيبو اللي ما بيعرفش يجيبه مظبوط، يقدر يعمل زاوية قايمة هنا كده ويطلع قيمة 3.5 سنتي مثلا، ويعمل الدوران الكيرف بتاعه، يبدأ يعمل دوران كيرف اهو، دوران الجيبو بالشكل الجميل دوت، ويشيك عليه يشوفه هو قد العينة ولا محتاجين نخلي السقوط بدل ما 3.5 سنتي ممكن نخليها 3 سنتي، ممكن نخليها 4 سنتي لو الجيرو مقفول، لان انا مرتبط بعينه جات لي من المصنع مثلا، صاحب المصنع قايل لك التلبيس ده ممتاز، او انت قيست الحته متاكد ان التلبيس ممتاز، فتبدا تقيس الجيرو كده، تجيب العينه وتقيس الجيرو بتاعك، تشوف الجيرو كام وتقارنه بالجيرو بتاعك. انا عندي الجيرو اهوت بقيس اهو، بمشي عليه من اول الكتف اهو بالشكل ده، انا عندي ماشي 29 سنتي الجيرو، دوران الجيرو. باجي هنا بقطع عند النص هنا كده وبقيس بشوفه مديني كام سنتي اهو، 29 سنتي، معنى كده ان انا شغلي مظبوط بالظبط. الخطوه اللي بعد كده انا عندي الديل، بالنسبه لورقه المقاسات
اخر خطوه معايا هي الديل 60 سنتي يعني النص 30 سنتي، وابدا اوصلها للجيو النقطه اهي. طريقتنا السهله الجميله اللي متعودين عليها، واللي مش عارفها اول مره يشوفنا يتفضل يرجع للفيديوهات السابقه هيعرف ان الحمد لله طريقتنا جميله وبسيطه وبتدي ناتج ممتاز تقدر تشتغل بيه في اي مكان، مصنع، ورشه، اتيليه. بفضل الله احنا معانا طريقه مبتكره، طريقه ممتازه، تقدر تتابعنا وتشوفها وان شاء الله تعجب حضرتك وتقدر تستمر بيها. كده انا معايا صدر وظهر، محتاج عندي الباترون عشان ما اطولش عليكم. الباترون عندي الظهر قالب على الصدر، بقيس المسافه دي السقوط ده كام. السقوط عندي مديني 2 سم ونص. هو في طريقتين انا هقول لكم على الطريقه السهله السريعه. السقوط عندي هنا 2 سم ونص، الظهر قالب على الصدر 2 سم ونص. طب اعملها ازاي دي؟ انا هاجي على النقطه ديت اللي انا بادئ عندها الشوك وبطلع فوق الدوران اللي هو 2 سم، بطلع 2 سم ونص واعمل نقطه كده. الخطوه اللي بعد كده انا عندي الظهر ده المفروض هيعلى عشان يقلب على الصدر. انا عندي المسافه هنا مديها كام؟ مديها 9 سم اللي هي الدوران الرقبه، وبعمل نقطه. فاحنا كده يعتبر عملنا زاويه مستقيمه هنا كده، طلعنا فوق قيمه ال 2 سم، بطلع هنا قيمه 2 سم ونص كده بالشكل ده، وبعمل دوران جديد للظهر بالشكل ده. طيب الخطوه اللي بعد كده انا مطلوب مني الكتف اهوت الاساسي اللي معايا 2 سم ونص، بعمل نقطه كده و2 سم ونص وبعمل نقطه كده. ركزوا معايا عشان بيحصل في اخطاء في الخطوه ديت، عايزين نتفاداها ان شاء الله. انا كده طلعت 2 سم ونص، انا كده شغال على الصافي، الكورساج بتاعي صافي، ما زودتش كشاكيل، ما عملتش حاجه. طيب انا عندي الكتف هنا كام؟ 17 سم اهوت من بدايه النقطه الجديده اللي احنا عملناها 17 سم، وبعمل علامه وبطول قيمه، بوصلها بالجيرو بتاعي الجديد اهو. طيب الخطوه اللي بعد كده انا محتاج ان انا الصدر نفسه، انا طولت الظهر 2 سم، 2 سم 2 سم ونص هيرموا على الصدر، معنى كده عايزين نخصمهم من الصدر. فباجي على الصدر نفسه، عايز اجيب لكم انا بلون تاني اهوت، يا رب يكون واضح معاكم. وبنزل الصدر عندي الاساس، الاساس بتاعي اهو، بنزل تحت 2 سم ونص، 2 سم ونص اهوت، وبعمل خط بوصل النقط ببعضها. ده كده بالنسبه ليا الست بتاعي اللي انا خصمت منه 2 سم ونص. معنى كده لما اجي اقص الجسم نفسه اهو بالشكل ده، لما اجي افرغ الباتون بتاعي هطلع من هنا كده وهاجي عند الاسود ده وهقص الصدر بتاعي اهوت، هو ده الصدر. طب بالنسبه للظهر هقص عادي الجسم بتاعي وهطلع فوق القيمه ديت اهي الزياده 2 سم ونص ل 2 سم ونص، وهشتغل ودي كده تبقى ورقه الظهر. هبدا ازود كشاتير، انا احتفظ بالماركر بتاعي دوت لو احتجت ان انا احتفظ بيه، وابدا اشتغل مقاسات ثانيه، او ان انا دلوقتي هعمل عليه على طول، ازود النص، ازود الكشاتير بتاعتي. عشان واضح حضراتكم انا هزود لكم في الورقه الكورساج الاساسي دوت، هزود فيه الكشاتير عشان يكسب وقت. 2 سم ونص اهوت، 2 سم ونص، ده قيمه الارضيه عندي 2 سم 2 ونص حسب تشغيل المكن. عندي ده تيشيرت مقفول اوفر 4 فتله، محتاج نص سنتي كشطوره اهوت، اديت نص سنتي. عندي الجواري دي مقفوله برضه نص سنتي تكفيني ككشطوره علشان ده بيتقفل
على الاوفر. الكتف عندي اهوت مقفول سنجل لان معمول لبولت، انا محتاج سنتي بدال مقفول بمكنة سنجل سنتي كشطورة اهوت. وهنا الدوران برضو مقفول عندي سنجل فمحتاج سنتي كشطورة. هبدأ اقص الجسم الخارجي للظهر بتاعي اللي هو مقاس 4 إكس. طبعا الصدر بتاعي اللي هو الاسود اللون الاسود ما جيتش جنبه لسه خالص. هطلع الاول الظهر بتاعي علشان في الالوان نفسها. الكورساج بتاعي الاساسي استخدمته لعمل الباترون، ممكن احتفظ بيه واشتغل برضه اخليه كورساج مرجع ليا اساسي وممكن استخدمه. انا عشان وقت حضراتكم هشتغل وهدخله ضمن التسرية نفسها. طبعا التيشيرت دوت فيه طباعة سلك سكرين، بتوع الطباعة طبعا موجودين بكفاءة عالية، واللي عايز يعرف حد بتاع طباعة برضه حد كويس في القاهرة ممكن يبعت لي في التعليقات وان شاء الله نديله على ناس شاطره في مجالها سواء طباعه ديجيتال او طباعه احبار سيخ سكين. هنبدا نجيب، هبدا اطلع الصدر. انا كده انتهيت من عمل الظهر، هبدا اطلع الصدر بتاعي اللي انا مكتبه. هجيب ورقه واتنيها بالشكل ده كده، فرخ الباترون بتاعي سواء الورق الخفيف دوت اللي انا بشتغل بيه هنا عشان يبقى واضح لحضراتكم افضل من الابيض الدوبليكس. طبعا انت هتشتغل بالطريقه اللي تريحك او الطريقه المطلوبه منك في التشغيل. بلبس ورقتي زي ما هي بالظبط. انا هنا مزود خياطات سماح بالخياطه ما عدا السدر. بالنسبه للسدر هشتغل على الخارجي اللي هو ده، هزود سنتي قشطوره اهو. مزودتش هنا الخياطات في السدر، وهنا الزيادة في الصدر طبعا الخياطات. هبدأ أقص الباترون بتاعي بالشكل ده كده، نفس الورق بقص الظهر زي ما هو اهوت، وباجي على الصدر هخرجه من الظهر. انا مش محتاج طبعا الظهر، انا محتاج الصدر. اقدر اشتغل بغليتي لو موجود اهوت، ده الصافي اهو بتاعي بعلم عليه على الصافي اهوت، وادي الصافي بتاعي اللي انا الماركر بتاعي الاساسي. اداني خرام تحت، اداني ارشادات علاماتها هي تحت هشتغل عليها بالشكل ده. هرسمها سواء لو انت معاك روليت متوفر ويا ريت انا بنصح بان انت تشتغل بيه تخليه اساسي معاك في الشغل، هيساعدك ويوفر عليك مجهود كبير. والروليت زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت سعره بسيط وموجود في الرواعي لو حد عايز يجيبه. اسيب سنتي كشطوره هنا وسنتي كشطوره هنا في الست كشطوره بتاعتي اهيت، لان هنا الكتف واخد سنتي كشطوره وبقص السدر بتاعي. هنا السدر اهوت مقاس 4 إكس، هكتب في الشنازي وازن الظهر معايا. الكورساج بتاعي اشتغل كده بطول وقت عشان الوقت، وابدا اكتب المقاس ده 4 إكس لارج ظهر العدد 1 × 1. بالنسبة للصدر هكتب 4 إكس لارج اتجاه المسيك 1 × 1
سبت الإرشادات اللي محتاجها عشان أشتغل عليها وأقص عليها الشغل. هنا الفرق أهو بين السلت والظهر، المسافة ديت اللي هي قيمتها 5 سم لأنه بيقل بيديني 2.5 سم زي العريان. طبعا المسافة دي لازم تبقى قد المسافة دي تلاقي في الطبق هنا كده. أنا شغلي أهو مظبوط بالظبط بالملي، بشيك على شغلي وأتأكد إن أنا شغلي مظبوط. كده انتهيت أنا من عمل الصدر والظهر، فاضل لي الكم. الكم هنشتغل بقى بطريقتنا، الطريقة الجميلة اللي احنا شغالين بيها، بنشوي فرخ ورق كده أهو، بنرفع مقاسات الكم. الكم عندي بفرد الحتة كده زي ما انتم شايفين، وببدأ أشوف مقاسات الكم طول وعرض. هعمل لكم برضه الطريقة سريعة، طريقتنا في الشغل. باخد أول حاجة زاوية مستقيمة، خط مستقيم، بشوف طول الكم كام عندي. طول الكم عندي 25 سم أهوت، 25 سم، وبعمل نقطة وبعمل خط مستقيم. صوت الترمبة الكم بعمل زاوية مستقيمة كده وأشوف الصوت قد إيه عندي. الصوت عندي مديني بالظبط 11 سم، باجي بداية 11 سم، يبقى طول الكم عندي الطول، عشان الإخوة المسلسل بيكتبوا الطول أهوت 25. عندي السقوط الترمبة 11 سم، سقوط ترمبة أو الجيو 11 سم، وبعمل زاوية مستقيمة. الخطوة اللي بعد كده بشوف وسع العضلة عندي كام من البداية هنا كده تحت الجيو كده، يديني 24 سم. أهو 24 سم، وبحسب المسافة دي، بحسب على التلت والتلتين، بشوف التلت والتلتين مسافة كام عندي، 9 سم كده تقدر تحسبها، وبطلع فوق قيمة 4 سم علشان، أو 5 سم علشان ده كم خاص أهوت، وبعمل نقطة علشان أعمل السقوط ترمبة. بوصل النقط ببعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت مع التماس الكم اهو بالشكل ده بإيديا أو بالكيرف. ناقصني وسع الكم من تحت، وسع الكم عندي 18 سم بالظبط أهو، معايا 18 سم، وأبدأ أوصل النقط ببعضها بالكيرف عندي كده، بيساعدني بالشغل بالتشغيل أهوت. 18 سم كده الكم عندي اتعمل. هنا لو هتشتغل بالكيرف بتعمل الكيرف بالشكل ده كده الجميل ده، توصل النقط ببعضها بالشكل ده اهوت، وبتقلب الكيرف بالشكل ده كده اهو، هيديك شكل الكم، ترمبة الكم تبقى مظبوطة معاك. وطبعا قبل ما تقص بتشيك اهو، بشوفها كام عاملة كام سنتي من البداية، وانا بمشي معاها خياطة بتدياني هنا 27 سم، اشوف هحتاج ولا لا في تركيب الكم. هنا في نقطة مهمة عندي، هنا ارتفاع الكم 2.5 سم، باجي عند الخط ده واعمل فورت عشان ده بيبقى النص بتاع الكم، التركيب بتاع التشغيل المكنة. الفورت ده مهم جدا ما نساهوش، عشان ده هيبقى النص بتاع الكم اللي بشتغل عليه. طبعا ده كده اهوت، بشوف بطني الظهر بتاعي، القلبة اللي موجودة، بحط الورق على بعضه بالظبط كده، وببدأ أقيس الكم بتاعي، ممكن ألزقه ممكن أدبسه عشان أتأكد إن شغلي مظبوط. هل هحتاج إن أنا أوسع الكم؟ هل هحتاج أرفع الترمبة؟ بشوف هنا الصافي هيبقى كام هنا أهوت. الصافي عندي مديني 28 سم. هنا في هنا مديني هنا 27 سم، معنى كده ان انا محتاج سنتي. السنتي ده اعوضه من هنا ولا من هنا؟
يعني انت ممكن تطلع هنا نص سنتي كده بعلو الترمبه، وتبدا هنا تزود النص سنتي عشان تحافظ على الشكل الانسيابي بتاع الكم برضه اهوت. كده احنا عوضنا السنتي اللي احنا محتاجينه، هنزود نص سنتي كشطوره لان ده بيتقفل اوفر. هنا هنزود نص سنتي الكشطوره بتاعتي اهيت. هاجي تحت هزود 2.5 سم او 2 سم حسب تشغيل المكن، انت عارف مصنوعك بيحتاج 2 سم ولا 2.5، انا بفضل 2.5 اهوت. هاجي هنا ما اقدرش اشتغل كده على طول اتني كده على طول كده، لا انا بخرج هنا 100 سم علشان طبعا قلناها في الحلقات اللي فاتت عشان لما جتني التانيه ما يبقاش تحتيها فاضي. وبكتب معطيات الكوم اتجاه النسيج 2:1، كوم المقاس 4X لارج او 4X لارج لو عايز تكتبها بالشكل الجميل ده. فاضل حاجة واحدة بس في التيشيرت بتاعنا، الشريط بتاع الكولا بشوف طوله كام وعرضه كام. هنا طبعا فرد النص ده مهم جدا في تشغيل المكن اللي هو بيبدا عليه مع الفرد اللي احنا قلنا عليه، وبتبدا تركب تشيك على شغلك تشيك على بطونك عشان المكن يشتغل وراك ما يلاقيش زياده ولا ناقص، بتمشي كده وكأن الحته هتخيطها نفسها بتشوف محتاجه زياده ولا ناقصه. انت دي حاجه بتشيك عليها وانت شغال بالشكل ده. هنا الكم معايا اهوت اهو بالظبط اهو جاي معايا بالظبط القيمه المطلوبه. انتهيت من عمل الصدر والظهر والكم، فاضل لي الشريط الكولا ده. شريط الكولا دوت بقيس عرضه كام؟ هو هنا عملتني مديني 1.5 سم، شريط رفيع جدا معمول بطريقه ممتازه تقنيه مظبوطه. في عندي شريط ستان اهو لو تاخدوا بالكم منه، شريط ستان دوت بيمسك بيبقى مطلوب في لما تيجي تعمل التيشيرت يديك جوده عاليه عشان الحوض ده لازمتهم علشان الحوض ما يفتحش منك. شريط الستان ده او الدواره دي بتتباع بيتثبت في الظهر عشان الحوض ما يفتحش من المكن اهو. بقيس الحوض هنا مديني هنا 1.5 سم عرضه 1.5 سم. انا بعمل الشريط عندي 3 سم، بجيب ورقه كده وبشتغل معتادكم اكتبها لكم برضه في الشرح ان شاء الله، بس اكتبها لكم برضه. احنا محتاجين وسع الكم هنا كام عشان يبقى معلومات الأساتذة اللي بتكتب ورانا 18 سم، وسع الكم 18، وسع الكم من تحت. بجيب زاوية بجيب بتني الورقة كده عشان أطلع نفس الشريط المطلوب مني أهوت، وبتنيه بالشكل ده وبشوف انا محتاج العرض كام. العرض عندي 200.5 سم اهوت، شريط رفيع جدا معمول بطريقه جميله. انا طبعا هنا في نص سنتي ممكن اديه راحه للاوفر، فانا هعمل الشريط عرضه 2 سم واوصل النقط ببعضها بالشكل دوت، وابدا اشوف الشريط لان الشريط بيبقى اقل من الحوض. انا كده قصيت الشريط اهوت اللي مطلوب مني شريط الكولا. انا عايز اشوف انا محتاج الطول الشريط قد ايه، بتنيه من النص كده بالشكل ده وبقيس عندي الكولا وبقلله بقل عندي الكولا قيمه 2 سم علشان يعمل الدوران، وده بيبقى تجميع مش تشريط. انا ممكن اقيس كده بالشكل ده، بقيس اهو بسيب قيمه الكشطوره وباجي على الصدر نفسه الصدر اللي انا محتاجه بالشكل ده وبمشي اهو. مديني هنا في الصدر 12 سم،
هنا في الظهر بيديني اهوت، هقيس الظهر بمشي واحدة واحدة كده معاها، بيديني 10، يعني انا محتاج الشريط يبقى 22 سنتي. برضو معايا العينة ممكن اشيك عليها اشوف الشريط عندي كام، بقيس من اول هنا لحد هنا بيديني فعلا 22 سنتي او 23 سنتي، انا هقصه 22 سنتي عشان يبقى فيه تجميع معايا، بسيب سنتي كشطور اهوت، يبقى كده الشريط بيطلع معايا مظبوط، واكتب عليه المعطيات بتاعته، شريط مثلا كولا واحد في واحد، كولا مثلا شريط، وكنت هكتب عليه المقاس 4X، او كان هيشتغل بكل المقاسات. بالنسبة للحوض المقاسات الخاصة احنا بنزود في كل مقاسين بس سنتي واحد، وفي بعض المصانع ما بتعتمدش زيادة في الرقبة، في المقاسات الخاصة بتثبتها. انا بفضل ازود حاجة بسيطة سنتي واحد بس في الكولة، في المقاسات الكبيرة بس اخر مقاس. وبكده انا انتهيت من عمل التيشيرت الصدر، التيشيرت المقاسات الخاصة 4X، ادي الظهر ادي الصدر اهو والكم والكولا، وهبدا اسري المقاسات المطلوبة مني. طب احنا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نعمل مقاسين فوق المقاس دوت، مطلوب مقاس 5X مقاس 6X. هنجيب فخ ورق بالشكل ده كده ونبدأ نضرب.